السلام عليكم حين يتحول الوطن الى معتقل كبير فانك بلا شك في زمن الحوث والمخلوع حين تنتهك الانسانيه وتتجرد من مفهومها ويتحول اللص والمجرم والخارج عن الدوله والمتحكم بمصيرك فانت في ظل رايه الانقلاب بلا شك وحين تذهل وانت تقرا او تسمع عن انواع التعذيب المتخذه ضد من يلفقون لهم تهما جاهزه داعشي مرتزق عميل اخواني فانت تتابع حكايات تدونها الميليشيا حين تمر على وجعك وهي مستمتعه محققه انجازات ترصد في قنواتها الاعلاميه واقع مخيف ومرعب تشهده معتقلات الميليشيا واسوارها الظلاميه ولياليها البارده وجنون حراسها والقائمين عليها وهم يتفننون باختراع ابشع وسائل التعذيب اظافر تنزع واطراف تشل وجلود تزرق وتمزق ورجال تخصى حالة نفسية من دمار كل يعيشه المعتقل وهو يتمنى الموت في الثانية ألف مرة يقفز السؤال خائبا ومتعجبا هل نحن في اليمن؟ هل ما رواه الدكتور الجنيد حول ما تعرض له المختطف جمال معمري من قبح وظلم وقسوة يحدث في اليمن؟ وهل يريدون أن يقنعون أنهم ينتمون لبلدة طيبة ورب غفور؟ وسؤال الأكثر خيبة ووجعا والذي نردده صباح مساء أين المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان فيما يحدث من أفعال تنهش الإنسانية وتمزقها؟ وأين أصوات المدافعين والحقوقيين والمتباكين من كل ما يحدث خلف أسوار العتمة والرعب؟ مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يخصص حلقته لهذه الليلة حول قضايا التعذيب التي يتعرض لها المختطفون من قبل الميليشيا ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. <applause> كان اليمن قطع شوطا مقبولا في حقوق الانسان نتيجه تراكمات النضال المدني، خصوصا منذ الوحده التي جاءت بالحريات وفي مقدمتها حريه التعبير والحريه السياسيه. لا احد من المتشائمين كان يتوقع ان يتم نسف التجربه المدنيه ويستيقظ اليمنيون على سجون مظلمه لا نوافذ فيها ولا صوت إلا صوت السجان. صنوف التعذيب التي لم تخطر على بال أحد، شهدتها تلك السجون التي ستدون ضمن الإرث الأسود منذ الانقلاب والاجتياح. كل يوم تتكشف الزوايا السوداء في أقبية التعذيب، ليشهد اليمن أوسع جرائم تعذيب بحق المدنيين تجاوزت المرحلة السوداء التي شهدتها اليمن في السنوات الأولى لصعود المخلوع على الحكم. وسائل تعذيب ممنهجة تزيح الستار عن مأساة إنسانية بالغة القسوة والوحشية لم تعرفها اليمن التي ظلت الأعراف تلعب دورا في ردع السلطات عن ارتكاب الجرائم وفي جلسات استماع الضحايا ما يشيب له الضمير الإنساني ربطوا على فمي ربطوني على خشبة الصلب وقاموا بالتعذيب تفاصيل التعذيب المختطف جمال المعمري يرويها الدكتور المختطف السابق عبد القادر الجنيد ليسرد يوميات جرائم التعذيب التي تمت قائلا: كنت معه في زنزانه واحده لمده ثلاثه اشهر، خطفه اتباع الحوثي امام زوجته وبناته الثلاث واخفوه قصرا عذبوه بالحرق والكهرباء. يروي عذابات المعمري وهو المختطف الذي تعرض لابشع حاله تعذيب فاشي قائلا: أدخلوا شالًا بين إبطي ذراعيه، بحيث يقوم أحد المعذبين بسحبه بالشال من عند رأسه على الأرض، في نفس الوقت يسحبه شخص آخر من عند كاحليه، وقام الشخصان بسحبه والنزول والصعود على درج السلالم، وشخص ثالث كان يقوم بركله. كل ما سبق من تعذيب بربري أدى إلى قطع أعصاب الظفيرة العضدية للذراع، فأصيب بشلل طرفي في الذراع الأيسر. وفقد جمال الحركه ليتحول الى كتله ادميه هامده نتيجه التعذيب في سجون الانقلاب حاله جمال المعمر واحده من الاف الحالات التي وضعتنا امام حاله انكشاف للتعذيب الممنهج الذي يمارس بحق المختطفين والمغيبين قسرا بينما تكتفي المنظمات الدوليه بسرد المواعظ عن ضروره صيانه حقوق الانسان من كل الاطراف مشاهدينا الكرام سيكون معنا حول هذه الحلقة ضيفنا عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي المسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق من فيينا مساء الخير أستاذ توفيق أستاذ توفيق هل تسمعني؟ نعم نعم لا. نعم الان اسمعك استاذ توفيق بدايه يعني كونك ناشط حقوقي ومسؤول رصد في منظمه حقوقيه تعلم جيدا ان ملف التعذيب بالنسبه للحوثي في او في سجون ميليشيا الحوثي ملف سميك كيف تنظر اليه انت؟ بدايه اريد ان اوضح امر نحن في منظمة سام رصدنا قضية المعذب أو المعتقل جمال المعمري تقريبا قبل شهرين أخذنا شهادة أحد الشهود الذين كانوا في سجن جمال المعمري وبالإضافة إلى إضافة إلى أقوال من ذوي المعمري المعتقل بالفعل يعني وصلت لنا حالته بأنه عذب بالكهربائي وربما بالدرل الكهربائي وقد اختطف من بين أهله في أحد فنادق العاصمة صنعاء ونهبت سيارته وسلاحه الشخصي إضافة إلى نهب بيته الواقع قرب المطار لم يسمح لذويه بزيارة المعتقل جمال المعمري وظل يتنقل يعني يتنقل إلى أن وصل إلى سجن الأمن سجن الأمن القومي في منطقة طرف. وزارته اسرته او زوجته بعد شهرين تقريبا لكنها تفاجات بانه عندما دخلت عليه الغرفه بانه على كرسي متحرك بمعنى مشلولا يحكى لنا ان جمال المعمري كان يطلب من اهله ملابس داخليه اضافه الى حفاضات عزكم الله المتعلقه بمخروج مخروج الانسان مما يكشف انه تعرض لعذاب شديد جدا ملف المعتقلين حقيقة هو ملف شائق وملف بشع بكل ما تعني الكلمة نحن في مقام نحن معتكفون لإعداد تقارير من هذا النوع ولدينا قصص تشيب لها البلدان إضافة إلى قصة جبل المعمري إضافة إلى ما تشيبه من الموت في قضايا عادل الزوعري والشيخ السبيب وإضافة إلى كثير في حكه في حديده لدينا قصص جديده اعتقد هذا بحاجه الى استنهاض كل على مستوى الداخل والخارج لوقف هذا هذه الممارسات اللا انسانيه التي تصب على المعتقلين داخل المعروفه والسريه الغير معروفه نعم استاذ توفيق يعني بدايه اطلب منك ان تقرب المايك قليلا منك حتى اسمعك بصوره جيده لكن يعني حدثني أنت وكما تابعنا قصه جمال المعمري التي يعني تقول لي انها منذ شهر يعني وانتم تتبعون الحادثه هل بقيت القصص التي لديكم يعني تتشابه فيها اساليب التعذيب ام ان هناك ابتكارات اخرى ام ان يعني وضح لنا بالضبط ما هي الآلية التي يستخدمها تستخدمها الميليشيا في تعذيب المختطفين؟ هو حقيقة الأمر الآلية المت... التي تتخذ في قضايا المعتقلين هي تهدف بالدرجة الأولى الى احداث نوع من الامتهان للكرامه الانسانيه للشخص المعتقل داخل السجن، بالاضافه الى محاوله اسكات صوته والى الابد. ما تم رصده اختي الكريمه في هذا الامر يتنوع تتنوع وسائل التعذيب منها الضرب المبرح حتى الإغماء وهي تقريبا أعتقد أنها الوسيله المتبعه لدى كافة المعتقلين، ولدي قصة معتقل جديد في محافظة تعز ضُرب ثلاثة أيام بصوره متواصله حتى تفاجأ هو بعد أن قام من حالة الإغماء بان ثيابه البيضاء قد تحولت الى لون احمر بسبب الدم النازف الذي نزل منه بسبب الضرب. اضافه الى التحقيق بصوره طويله هنالك لدينا شهاده عن احد المعتقلين بانهم كانوا يسمعون التعذيب في الغرف المجاوره وكان يتم التناوب عليهم ليلا بحيث انهم يظلون لا ينامون كل ينتظر دوره وكل ينتظر لحمل زميله من الغرفة المقابل من الغرفة غرفة التعذيب عندما لا يستطيع العودة مرة ثانية آه. هنالك مسائل بشعة في حقيقة الأمر تعرض لها المعتقلون وايضا نحن سجلنا ليس في سجون الحوثي وان كانت وسائل التعذيب في سجون الحوثي تقريبا وصلت الى ما يقارب 97% لكن ايضا هنالك وسائل تعذيب رصدت في عدن وفي حضرموت من قبل تشكيلات عسكريه تتبع الحكومه الشرعيه والقصص مدونه وموثقه لدينا ستكون في التقرير لكن نعتقد ان 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 النسبه الكبرى هي اليوم في سجون ميليشيه الحوثي ولا اخطر ان هنالك سكون سريه لا يعلم بها كثير من الناس ويتم اكتشافها بعد الافراج عن بعض المعتقلين هنا وهناك بأن هناك بان هنالك سكين نبوي الى نعم استاذ توفيق يعني تحدثني عن نسبه 97% يعني لن نغفل ثلاثة في 3 بطبيعه الحال وربما نفرد لهم حلقه لاحقه بعد صدور التقرير ولكن استاذ توفيق يعني هناك بشاعة في وتفنن في هذا التعذيب تخبرني عن امتهان للكرامة ضرب مبرح حتى الإغماء يعني كما قرأنا وتابعنا تفاصيل تعذيب الأخ جمال الذي يعني يعلم الله ما حاله الآن يعني لم يعني تعتقد يعني يصل بهم المستوى من الوحشيه الى هذا الحد؟ يعني ربما نحن نعلم ان جهاز الامن القومي الذي بناه المخلوع واولاده، قال انه من ابشع الاجهزه التي يعني تستخدم هذا هذه الجرائم في حق المختطفين، هل هناك يعني تعتقد تعاون فيما بينهم؟ انا اعتقد ان المعتقلين في السجون الميليشيات هم وقعوا ضحيه امرين في للاسف الشديد الامر الاول متعلق بانهم وقعوا ضحيه لجهاز الامن القومي ونعرف ان جهاز الامن القومي من البشاعه وفي قصص دونت بشكل كبير سواء من قبل ثوره الحادي عشر فبراير التي كانت احد تجلياتها اسقاط الجهاز الامني لنظام صالح الذي اختطف وعذب كثير من الاحرار. الامر الثاني اعتقد ان هنالك شحن طائفي او ثقافه قائمه على الكراهيه ومعاداه الاخرين وهي لاحظناها هذا الخطاب من اعلى درجات جماعه الحوثي الى اسفل درجه، الكل يدخل في عداد التكفيريين ويدخل في عداد داعش والى غير ذلك واعتقد ان هذه الثقافه لها دور بصوره او باخرى في شحن الاطراف التي تمارس هذا التعذيب ربما تفقدها يعني تجردها من ادميتها بصوره او باخرى ويمارس هذا الامر ربما دون وعي حقيقي ويظن احيانا انه يتقرب إلى الله أو لسيده أو للجماعة بهذا الفعل للأسف الشديد اليوم اجتمع أمرين ثقافة الشحن الطائفي بالإضافة إلى جهاز استخباراتي يمارس نوع من الانتقام البشع من خاصة لثورة الحادي عشر فبراير نعم سأعود إليك عند هذه النقطة أستاذ توفيق ولكن اسمح لنا ينضم إلينا أيضا الأخ صدام معوضة أحد المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب عبر الهاتف من مأرب مساء الخير أخ صدام مساء النور أولا أشكر قناة بلقيس على اهتمام بهذا الموضوع نعم أهلا بك أخ صدام أه... محمد الله على السلامة بداية نقول لك ونود أن نسمع منك يعني تفاصيل يعني اختطافك وما الذي حدث بالضبط والله بالنسبة للاختطاف تعرضت يعني للاختطاف في في محافظة صنعاء نعم و... وتعرضت انا وغيري يعني من السجناء يعني من كل انواع التعذي. من التعذيب من تعذيب جسدي تعذيب نفسي يعني سب مشتم وهكذا نعم اين اين تم اختطافك صدام؟ تم انا تم اختطافي في العتارش في نقطه العتارش وهل تم تعذيبك في صنعاء؟ يعني هل كنت تعي انك في صنعاء؟ نعم نعم تم تعذيبي في قسم العتارش يعني طلبوني الساعه ثنتين بالليل وتم تعذيبي الى الساعه 4 ونص صباحا فجر يوم واحد بقيت معهم؟ نعم كيف تم الافراج عنك اذا؟ آه لا رجعوا حولوني الى معبر الى السجون المخفيه حق الميليشيات ووصلت الى يعني في جلست في هذا السجون ستة اشهر تحت التعذيب لا, لا. اعرف اين انا طيب آه يعني آه صدام يعني اود ان اعرف يعني ما هي اليه التعذيب التي عذبوا بها؟ ما الذي كانوا يريدون منك آه او ما هي التهمه التي اختطفت آه بسببها؟ التهم الذي اختطفت يعني بسببها يعني كانوا يتهموني انني من بيت معوضه يعني انتسب الى الشيخ عبد الوهاب قائد مقاومه عتمه. وثانيا نعم. وثاني يعني يشتو مني معلومات على الدواعش، ثانيا يشتوا معلومات ان توجد الاسلحه حق الدواعش وحق العدوان. نعم. كيف كانوا يعذبوك؟ والله كانوا يعذبوا يعني كانوا كلابيش ويربطوا على عيني نعم. كانوا يربطوا على عيوننا و... وعلقونا يعني للسق وما كانوا ضرب بالكيبلات والليات وحتى الكهرباء نعم طيب آه يعني آه كيف تم الافراج عنك؟ والله تم الافراج بعد سنه واربع أشهر يعني شيء اراده هذه من الله وقعت ما يعني بلا يعني واحد يعني فعل السبب فعل سبب يعني والله فرجها من عند ولا بالنسبه لي انا انا كانوا يحلفوا يمي اني ما انا خارجي من عندهم الا وانا مكفن. <مم> يعني طيب طيله سنه واربع شهور وانت تتعرض للتعذيب ام مجرد ما انتقلت الى سجن معبر يعني لم يعذبوك؟ الا في سجن معبر يعني ستة شهور وثم رجعت يعني الى البحر يعني جلسوا يعذبوني هناك نص شهر من الاكل من الشراب من الشتم السب والهيانه وال نعم يعني معاي يعني اي واحد استجن في السجون المخفيه اتعظم ما حد خرج وهو صاحي الا وهو مريض مه. طيب يعني هل تذكر بعض قصص التعذيب التي كانت تحدث لزملائك؟ ما الذي تود ان تقوله بعد ان يعني فرج الله عنك وخرجت بسلامه الله؟ والله اقول يعني تم كان يتم تعذيب زملائي يعني يعني تعذب يعني مشتم يعني يعني هكذا نعم إذا شكرا لك صدام معوضة أحد المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب نقول لك مرة أخرى الحمد لله على السلامة كنت معنا عبر الهاتف من مأرب أستاذ توفيق يعني هي التهم ذاتها التي يعني تلفق لجميع من يتم اختطافهم يعني يقال من امن العقوبه اساء الادب، هل يمكن ان يعني ان نفكر او نعكس هذه الفكره على تصرفات الحوثي بهذه البشاعه؟ يعني يعلمون ان لا منظمات دوليه قد تتحدث، يعلمون ان لا احد سيحاسبهم عما يرتكبونه، يعني هذه الوحشيه فعلا يعني يشعر الشخص انه لن يساءل بعدها الذي يتصرف هذه التصرفات. وفي حقيقة الأمر الأمر متعلق بجزء من هذا من في هذه الجزئية اليوم هذه الجماعات أو الذين يشرفون على السجون أو على التعذيب هم ليس لديهم أسماء واضحة أو ربما أسماء غير معلنة ولذلك تجد أغلب الأسماء أو أغلب الأشخاص المسؤولين عن التعذيب هم يكنون إما أبو فلان أو أبو علان أو أبا كذا وهذه هي مقدمة من أجل إيهامهم إنهم لن يسألوا ولم يعرف أحد بالجرائم التي يرتكبونها نعم. هذا جزء من القبر الثاني أن الجماعة اليوم تستغل حالة الرخاوة حقيقة حالة الرخاوة الدولية والإقليمية والأممية بعدم وجود تدخل جدي لوقف حالة الانتهاكات التي يعيشها السجناء اليمنيين داخل هذه السجون الى اليوم تصوري لدى اليمنيون قرار 22 16 المتعلق بالسجناء السياسيين كالاستاذ محمد قحطان واللواء الصبيحي وغيرهم والى اليوم لم يستطع المجتمع الدولي باكمله ان يعرف اين اين مصيرهم هل هم احياء هل هم اموات ام مسجونين الى غير ذلك بمعنى ان هنالك رخاوه واضحه في التعامل مع هذا الملف وربما هذا الامر الذي جعل هذه الجماعه تتمادى بصوره او باخرى انا اعتقد ان العالم لديه اوراق كثيره جدا بامكانه ان يضغط على هؤلاء من اجل الافراج عن المعتقلين انا اعتقد اليوم أن التسرب هذه القصص كشفها للعالم لديه يعني يمكن أن يحقق نتيجتين الامر الاول انه يكشف حقيقه وبشاعه هذه الانتهاكات والامر الثاني يعري المجتمع الدولي اليوم الذي ربما يتعلل بانه لا يعرف عن حجم الماساه وبشاعة ما يحدث داخل السجون اليوم أنا أعتقد أن ما كان مخفيا قبل فترة من الزمان اليوم أصبح معلنا وبالتالي يجب أن نخطو خطوة ثانية اليوم لتسجيل, استحا... لتسجيل شهادات واستماع هؤلاء الناس ونبثها عبر على قنوات الفضائية توثق عبر القضاء بصورة أو بأخرى كأدلة واضحة لإدانة مثل هؤلاء هؤلاء عندما يدركون بأن العدالة سوف تطالهم لا شك بأن كثير من الأمور ستتغير نعم اذا يعني ماذا عن دور الحكومه الشرعيه اذا كل ما يحدث استاذ توفيق وهذا ملف يعني قوي و يعني يستطيع ان يحرك الموقف خاصه يعني اثناء الحديث عن ربما عوده لطاوله الحوار. والله اختي الكريمه في قضيه الحكومه الشرعيه اصبحنا كاننا ننفخ في قربه مثقوبه واصبح الحديث عن الحكومه لا تدري في حقيقه هل هذه الحكومه لا تدري بواجبها لا تدري يعني حقيقة يعني هنالك حالة من المأساوية تحس بأن هؤلاء الناس لا توجد حكومة حقيقية ترعى مصالحهم تسعى جادة من أجل تبني قضاياهم اليوم لا نجد أولوية حتى على مستوى السياسة الخارجية أو غير ذلك أنا في كثير من الأحيان أحاول أن أتجنب هذا الأمر لأنه يعني لا نجد تفسير حقيقي لماذا الحكومة إلى اليوم. لا تتبنى قضايا هؤلاء الناس وهم سقطوا بسبب موقفهم من هذه بسبب موقف سياسي ليس الا يعني. نعم خاصه يعني فيما يخص الاخ جمال يعني شاهدنا مقطع من قناه المسيره يعني تلفيق تهم غريبه ظهوره في الساحه، ظهوره مع فلان، ظهوره مع كذا، يعني تهم في الحقيقه ليست بال يعني هي عباره عن مواقف لاشخاص لا اقل ولا اكثر. لا استاذ الكريم اليوم الاخ جمال أنا جمال المعمري وغير جمال المعمري اليوم اصبحوا في قبضه هؤلاء الناس وبالتالي هم باستطاعتهم ان ينتزعوا ما يريدون من الادله بامكانهم ان يلفقوا ما يريدون من الادله اليوم قائمه الستة 36 المحاله الى القضاء معروف هؤلاء الناس تاريخهم سلوكهم نحن نتابع هذه القضيه بصوره او باخرى يعني بالنهايه هذه الجماعه هي تمتلك سلطه القضاء وتمتلك سلطه التنفيذ وتمتلك سلطه القب لانه في حقيقه الامر اصبحت هي كل شيء وبالتالي بامكانها ان تلفق ما تريد لكن العالم يجب ان يعرف ان هنالك شهادات تنتزع ان هنالك بشاعه في التعذيب لاجبار هؤلاء الناس ان يقولوا تحت الاكراه الى غير ذلك وبالتالي ربما نفاجأ في قابل الأيام عن مسلسلات عن فيديوهات لكنها من الناحية القانونية ومن الناحية العقلية لا قيمة لها لكن إلى أين ذاهبون هؤلاء الناس نحن نتحدث عن قضية إنسانية جمال المعمري وغير جمال المعمري هؤلاء أناس لهم حق الكراء لهم أناس لدي لهم حق الكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرايع السماوية والشر والقوانين والمعاهدات الدولية والعالمية يجب أن يحفظ كرامة هؤلاء الناس يجب أن تصان حقوق هؤلاء الناس وبالتالي اليوم أصبحت هذه الجماعة تريد أن تقدم هؤلاء المعتقلين طعم أو تقدمها مبررة أمام العالم بأنها تكافح الإرهاب أو تصنع شيء من هذا القبيل القضية اليوم ما يخرج من أدلة أو ما تدعي من أدلة هي في حقيقة لا قيمة لها من الناحية القانونية جمال المعبر اليوم بشهادة الدكتور الجنيد أصبح شخص عبارة عن كتلة من اللحم ماذا تتوقع من هذا الشخص أن يقاوم كل هذا التعذيب من أجل أن يقول أنا بريئاً وهكذا كثير من الاشخاص الذين اليوم الذين واقعون تحت خطة هؤلاء الجماعه في في سجون الميليشيا نعم اذا شكرا جزيلا لك استاذ توفيق الحميدي كنت معنا في الجزء الاول من هذه الحلقه وانت مسؤول ارز منظمه سام الحقوق كنت معنا عبر سكايب من فيينا سينضم معنا عبر بعد الفاصل دكتور عبد القادر الجنيد الطبيب المختطف السابق من كندا مساء الخير دكتور عبد القادر سنور نور العافية أهلا بك معنا دكتور عبد القادر وبداية نقول لك حمد لله على السلامة وسأبدأ حديثي معك ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل سنعود إليك اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ارحب بك مره اخرى دكتور عبد القادر في المساء اليمني مرحبا بك وبدايه اود ان اسمع منك يعني ان تطلعنا على ظروف اعتقالكم وما الذي حدث شكرا جزيلا اشكركم اولا على فتح هذا الموضوع هذا الموضوع المفروض ان يدرج على راس اولويات كل شخص في عنده قليل إحساس هذا الناس مش المفروض يختطفوا أبدا ما معهمش ما عليهمش أي تهمة هذا الناس قوات الانقلاب بس بتفشغل لها في الحلقة الضعيفة في الناس اللي بيقاوموهم وواقفين ضدهم أنا كنت في بيتي في 5 أغسطس 2015 وفجأة هجم على بيتي مسلحين ولو ذراعي وخطفوني من داخل بيتي وابتدأت رحلة استمرت ثلاثين يوم في ظروف غاية في السوء متنقل من زنزانة لزنزانة آه، ظروف الحياة في الزنزانة رديئة للغاية عبارة عن آه علب سردين مبلطه بالبلاط ومعاكي مساحه صغيره جدا جدا لعمل لقضاء يومك كله يوم بعد يوم شهر بعد شهر سنه بعد سنه بالنسبه للبعض في اخر هذه الزنزانه في زوه الى الى الخصر في ساتر الى الخصر الى مستوى الخصر خلفه في نقره وفي حنفيه في هذا في هذه الزوه التي تقل عن متر في متر يقضي الواحد كل وظائفه الحيويه ويشرب الماء ويتوضا ويغسل ملابسه اذا ما فيش ملابس يعني الواحد كان بيجلس نص عريان لما بتضيق فيه بالدنيا وينظف بيتفتح فيه باب حديدي طبعا المكان معتم معتم وما فيش ضوء ولا في شمس ولا في هواء وفي خزقة في الباب بتتفتح ثلاث مرات في اليوم في الصبح وفي العشي يجيبوا فول وكدم وفي الظهر رز وبطاط ويمكن شوية ألياف من سكبي دجاج بالليل يتلصصوا عليك ويتسلطوا ممنوع حتى الماء اللي يسموه المقابرة ممنوع تتكلم ممنوع صوتك يطلع يتفتح الخاز الشاقوس هذا اللي في الباب فجأة ويسلط فانت في... في الغدر يسلط عليك الضوء الكشاف يشتي يشوف تتكلموا ولا ايش تسووا انتم اصلا ما يعني ولا بتعملوا شيء حياة بائسة جدا جدا لا. برد بشكل مش معقول يدخل في العظام وفي الجدران اللي الشمس بتضربها بيكون الواحد ما يقدرش يتنفس من من الحمى على حسب الزنزانة اللي الشخص فيه بها البعض كان بيتعرض لتعذيب انا افهم من الحلقه ذي اللي اثارها المأساة اللي حصلت للاخ جمال المعمري نعم والبوست اللي يعني نشرته زي... نعم أيوه نشرته انا طرقت باب كل حد ممكن يطرق بابه سواء من المنظمات المحليه او المنظمات الدوليه او الامم المتحده او فرق مراقبه مجلس الامن والهيومن رايتس ووتش والحكومات الشرعيه وحقوق الانسان كلهم كلهم كلمتهم والناشطين وكل حاجه كل واحد يهز راسه ويبين انه زعلان وانه متاسف لكن ما فيش حاجه بتحصل وبعد كده كانوا بيخوفونا انه لا ما حدش يكون يتكلم في الموضوع هذا لا يضروا اكثر بعد كده لما فاض بي الكل ما عاد قدرت ما قدرتش أخبيه طب دكتور يعني خرجت. نعم تفضل تفضل كتبت اللي كتبت نعم يعني متهمه التي يعني طبعا الشخص هذا انا دخلت دخلت الزنزانه عنده في يوم 12 اغسطس انا اختطفت يوم 5 اغسطس في 12 اغسطس لما اختطفت عنده شافني كانه شاف ايش لما عرف ان انا دكتور و قل فحصته لما فحصته على طول افتهمني انه مشلول قلت له احنا الان خلاص في شلل عادنا لا قلت كلمة شلل هذا الشخص مشلول لمدة ثلاث اشهر ومش عارف انه مشلول صح صح بكل قوته انا مشلول ما درتش ايش اقول له كان غرضنا ان اقول له لازم نعمل علاج طبيعي ولازم نتريض ولازم طول الوقت ما نحاول نتحرك عشان نحافظ على قوه العضلات لكن جلس مصدوم بمجرد عرف انه مشلول يعني واحد مشلول من التعذيب ثلاثة اشهر وما حد شافه ولا تلقى اي رعايه طبيه ومستغرب ومدهوش ومصعوق ومصدوم لما حد يقول له انه مشلول بعد كده حكى لي حكى لي ايش حصل له كيف لما وصلت هذا الحال وصل هذا الحال طبعا هو بيحكيهم هو مش فاهم المغزى الطبي لنوع التعذيب اللي تحرك له انا استنتجت نوع الاصابات استنتجتها استنتاج من من الحاجات اللي قال ان عملوها في بو ومن تاثيرها على جسمه طزوا بأعقاب السجائر وبالصاعق الكهربي على جلده ودخلوا حتى لداخل فمه وحقنوا تحت الجلد باشياء ما داري بس عملت له حبيبات في اماكن متفرقه في جسمه في مواقع دغزو بالابر وبعدين كانت الصاعقه الكبرى لما حطوه شال شال حول ابطيه واحد من عند الرأس جلس يسحبه واحد من عند رجله مسك الكاحلي كاحلي القدمين وجلسوا يسحبوه في الأرض وينزلوه بالدرج درج السلالم طالعة نزلة وفي واحد ثالث بيركله بيزبطه في المؤخرة هذا انتهى بانه ابتسقت الأعصاب اللي موجودة في الأبط. اسمها الضفيرة العضدية وحصل له شلل طرفي في الذراع الأيسر كامل ونفس الشيء في عرق اسمه عرق النسع تأذى من من الخبط بالدرج ومن ومن الركل وابتسق وهو أصيب بالشلل الكامل اللي هو من النوع الطرفي الطرفي في الطرف السفلي الأيسر الآن الطرف الايسر بكامله مشلول تماما بعدين رموه ثلاث ايام وبعدين عاد جاءوا له مره ثانيه ما اعتقدش انه في حياه في الطب لازم اقول ايش 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 قال قال حطوا واحد ربطوه واحد حط اصبعه عند خصيته ودخل ما بين الخصيتين وضغط بكل قوته بحيث انا است... استنتاج الاسماء العلميه من عندي ضغط لما زنق الحبل المنوي على على عظمه العانه عظمه الحوض طبعا في الحبل هذا بتجري الاوعيه الدمويه اللي بتروح للخصيه فانقطع الدم على الخصيه واصيبت بالاحتشاء من شدة الألم فقد وعيه بعدها ب... بعدها بأسبوع أسبوعين ابتدى قال أنا, أنا ما 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 من بعدها ما شعرش بخصيته لأنها طبعا ضمرت بانقطاع الدم عن الخصية ضمرت حطوا بعد كذا بدون عنايه والجراح اللي كان مليان جراح على حسب ما يحكي يحكي واثارها موجوده عباره عن ندبات حطوه في السجن آه كان بالتدريج طبعا احنا ما كلنا الباقي هذا كلنا بنتعرض له سوء التغذيه ما في الشمس العضلات حقنا بتضمر العظام حقنا بتوهم يحصل عندنا هشاشة يحصل عندنا كساح في العظام طبعا هو اضربي هذا في مئة ضعف هذا اللي أنا بحكيه لأنه التعذيب. جالس قعيد قعيد في الفراش يعني. للنهار قعيد في الفراش للنهار هذا أجهز على ما تبقى من روح عنده في العضلات أو في العظام في النهاية أصبح كتلة لا تتحرك سواء حتى حتى الأجزاء السليمة مزيج ما بين اليبسة بسبب قلة الحركة وبسبب عدم الشمس و... ونقص الفيتامينات نعم وسوء التغذية شفتوا بعدها بعدة شهور أنا هم يجلسوا ينقلونا من زنزانة لزنزانة أنا تنقلت في 15 زنزانة في خلال العشر شهور اللي جلستها عندهم لما شفته بعدها بكم شهر كان كتلة كتلة تمسكه في أي مكان يصيح طبعا حالته النفسية سيئة جدا ودائما يجبروا المساجين أنهم يعتنوا به ويقوموا بكل ما يلزمه اللي هو شغل التمريض أي سجين بيجلس عنده بينهار في خلال أيام من كثر العبء النفسي لما يشوف واحد معذب هكذا والإجهاد البدني لأنه مجهود العناية به <applause> سمعت الزميل قبل شوية بيتكلم ما هو التهمة ما هي التهمة أي تهمة مهما كانت لا تستدعي أن يتعرض له أي بني آدم صحيح. يجب على كل شخص في عنده قليل إحساس أن يعمل شيء دكتور يعني برسالتك التي كتبتها انت يعني قمت بالذي عليك واكثر ربما لكن اود ان اسالك يعني هذا شخص ربما هناك الكثير والكثير مما لا نعلم بحكاياتهم بالنسبه لك دكتور هل كنت تتعرض للتعذيب؟ أه لا انا شخصيا ما تعرضتش بس طلب مني أن أنا زرت تقريبا كل نزلاء السجن في فترة في الفترة الأولى كان حالتهم تعبانة جدا وكان ما فيش ديزل ولا في ضوء ولا في كهرباء ولا في أكل ولا حاجة وكان في فترة استعانوا بمهاراتي الطبية وزرت كل سجين كل سجين معه شكوى وقدمت فائدة غير عادية في الحاجات اللي هي طابع وبائي كان القرب معظم المساجين كانوا مصابين بالقرب قضيت عليه في خلال يومين باستعمال الدواء المناسب آه لكن في قصص كثيرة آه المفروض مكانها في المستشفى حتى لو كانوا مجرمين حرب نعم كنت يكون في المستشفى تحت الحراسه مش مكانه في سجن يعني حتى لو في واحد مجرم مجرم فعلا مكانه مش في هذا المكان لو هو مريض نعم وانا قلت الكلام ذا قلت لهم الكلام ذا قلت لهم في 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 كل الدنيا في مجرمين وفي مجرمين حالتهم الصحيه سيئه. مجرمين حالتهم الصحيه السيئه يتحطوا في مستشفى تحت الحراسه، ما يتحطوش في زنزانه ويرقموا بهم ويكلفوا السجناء بالعنايه بهم. بالنسبة لي العذاب الأكبر كان أنك بترمى هناك تكون مرمي هناك وما تعرفش طبعا ممنوع تسأل أي سؤال ممنوع تتكلم أي كلام ممنوع تتكلم مع اللي جنبك ممنوع كل شيء طبعا لما كانوا بيحتاجوا الخدمات الطبية يعني كنت مجرد أن أنا أخرج لنص ساعة ولا لساعة كنت أعتبره شيء رائع جدا 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 أما الباقي فهي حياة بائسة 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 للغاية تخيلي ليل نهار في مكان معتم وانت بردان جائع بس أنا كان معي عدة مهارب عدة حاجات أهرب في بها لا. كان اللي يهمني اكثر حاجه ان انا منهرش والحاجه الثالثه تهمني ان انا ارفع راسكم ارفع راس كل واحد يحس انه انا او اي واحد زيي بيمثلهم سواء في الاسره او في المحيط او في الوطن كله كان معي ثلاث اساليب للهروب من هذا الواقع البائس الاول الرياضه ساعات كنت تجري في محل اكثر ما يقرب من 13 14, 14 ساعه في اليوم والثاني التعفف والقناعه القناعه بحيث ان انا قلت انا ولا ولا, ولا عايز حاجه ولا عايز اي شيء ولا عايز اكل ولا اي حاجه ولا اتمنى اي شيء هذا خلاني كبير ولا, ولا ولا انا مهتم بفقدان اي شيء سواء من اكل او من شرب او من راحه او من تسليه او من اي شيء تاكد دكتور يعني آآ 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 اللي كانت ربما احد الق... أحد الأسباب التي أبقتك قويا وهي أن تجعلنا يعني أن نكون فخورين بك هذا ما يعني وصلنا بطبيعة الحال بالتأكيد سنكون فخورين بشخص مثلك نقل معاناة هؤلاء المساجين نقل يعني أوجاعهم إلى إلى العالم يعني نحن نعلم ما هي الجهود التي تبذلها سواء في المنظمات ترجمة أيضا التقارير يعني جهودك تصلنا تماما ونحن فخورين بكل خطوه تقوم بها دكتور اعذروني تاثرت شويه انا دائما اتاثر لما لما احس باللي حصل لي ووقعه على اهلي والثانيه بالقصص هذه الماساويه لل مثل قصه جمال المعمري اللي عشتها شخصيا لا. دائما مهما مهما حكيتها لازم احس اني اتاثر بالنسبه لهذا الموضوع كان فيه كل يعني حتى الكلام هذا اللي انا ذكرته مكتوب في تقرير السنوي للأمم المتحده بناء على شهادتي وهم من القبن اللي كتبوا التقرير في الأمم المتحده ما سمونيش وسموا جمال المعمري حسن والتقرير قد نشرته خايفين نعم لا يضروا او يضروني لا. خلاص آه بتهالي قد عملنا حسابهم كثير الان لازم نخرج ولازم كلنا نتعاون ونعمل منها قضية مش قال المعمري لازم يخرج وكل الناس اللي حالتهم الصحية آه رديئة لازم يخرجوا بس كلهم كل الآخرين أيضا لازم يخرجوا هذا ما فيش عليهم تهم أبدا صحيح. هذا الناس في تجني عليهم تجني على حياتهم حتى لو هم ضدهم معظم الشعب اليمني ضد الانقلاب كم عصى الله اللي موافقين على الانقلاب بس هذا خبطات عشوائية الغرض منها ترويعهم وترويع أهلهم وصد وصد الآخرين وتخويف الآخرين لكي لا يتصدوا لها نعم دكتور يعني أن أن وقفة أن وقفة انت وقفة طلبت انت طلبت يعني ان نتكاتف لنقدم شيء اود ان اعرف منك ما الذي يعني برايك يمكن ان نقوم به كاعلام كمجتمع مدني كمنظمات حقوقيه كشرعيه كيف يمكن ان نقف مع هؤلاء المشاكل واحد تفضل واحد لا نتوقف وبعدين كلمه لا نتوقف سياتي بعدها التحسين والارتجال في كل الحاجات حتى حتى الشرعية إيش مشكلة الشرعية أنا في رأيي الحكومة الشرعية إنهم في حالة سكون المفروض يكونوا في حالة حركة بعدين بيخطئوا بيصيبوا في حاجات بتطلع عشرة على عشرة وفي حاجات حتى صف على عشرة أو حتى بالسالب مش مهم المهم إنه يكون في تدقيق ويتعرف هذه ما كانتش جيدة وهذه كانت لازم تحتاج تحسين أما هذه فممتاز نستمر نستمر ولا نسكت وحتى يتحسن الشيء من نفسه هو في البلاد المحترمة كيف كيف يعني بيتحسن بيتحسن انهم متخلصين من حالة السكون بيرجموا بأنفسهم إلى الوسط وبعدين يجي التحسين ها. من الداخل والارتجال وبتجي أفكار غير عادية من الداخل لكن مش ممكن نقدر نعمل حاجة وإحنا لا نعمل شيء صحيح الكلمة السحرية الكلمة المفتاحية إنه تحرك 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 وبعدين من خلال الحركة عادي لو أخطأت عادي لو اتدربت عادي لو فشلت عادي لو سقطت بالعكس هذا شرف <applause> بعد كذا يحصل التحسين نعم إذا يعني أنا أنا مثلا بعد ما يئست من هذه الأعمال اللي بعملها من وراء الستار رقمت بنفسي الحين وأول ثمرة ثمرات جديدة حصلت هذه واحدة من نهل إننا بتكلم معك ذا الحين هذا ما كانش على البال قبل 24 ساعة هذا لان حصل حركه تحركوا سام. كل الناس لازم يتحركوا من الرئيس هادي الى اصغر واحد نعم اتمنى ان يعني يصل صوتك دكتور عبد القادر لمن يعني بيده ان يتحرك وهو يعني ساكن حتى اللحظه، شكرا شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الطبيب والمختطف السابق، شكرا لما قدمته من معلومات، شكرا لادائك، شكرا لتفاعلك معنا في هذه الحلقه، كنت معنا عبر سكايب من كندا لا استطيع ان اوجه اي كلمه بعد حديث الدكتور رساله وجهها بمنتهى الصدق لجميع من يهمه الامر شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام الى ان التقيكم في مساء يمني جديد في الاسبوع المقبل كونوا برعايه الله وامنه